السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخي شهيوات الفاسية. غادي نحضروا اليوم طاجين ديال الكفته. غادي ناخذ الكفته دابا، درت فيها المعدنوس، غادي ندير لها شويه ديال الزعتر، بابريكا، فلفل اسود، كركم، ناخذ ثوم بودرة، شويه ديال سكينجبير، الملح حسب الذوق، الملح صافي. وغادي نخلطوها مزيان، صافي. نخليوها جانبا، ناخذو الطاجين ديالنا نديرو فيه زيت الزيتون، صافي. نديرو فيه البصل، نحركوها مزيان مع قليل من الملح، صافي. غادي نديروها تشحر شويه على النار، ومن بعد غادي نضيفوا لها مطيشه وباقي المكونات. غندير دابا مطيشه، غندير المعدنوس، من بعدها غندير العطريه دابا ندير اللحم، وندير معلقه ما عمراش، بابريكا، تروس، غندير الهريسه هذه حاره، وهذه الهريسه حلوه مجهزه في البيت. انا غنزل لكم ان شاء الله الحلقه ديالها كيفاش صايبتها، كتجي زوينه، هذه الفلفله حمراء كبيره حلوه، صافي. غادي ندير فلفل اسود شويه شويه، كركم بلدي أو خرقوم، هي حدت حتى تاهي فيها العطرية، منين حدتو من قبل في البصل، عفوا. تقطع لي لا فيديو. أنا ضفت في الأخير ثوم بودرة، ودرت ربع كأس ديال الماء، ودرت هاد الفلفلة هادي حارة، وخا ديك الهريسة كتعجبني هادي هنا، وغادي غطيتها دابا ونخليها طيب تقرب طيب باش نرمي الكفتة. طاجينها هو قرب يطيب، دابا غادي نحيد هاد الفلفله حيت صافي كنبغيها غير بحال هكا، وغادي ناخد نحركو شويه. اولا غادي نضيفلو قليل من الماء حيت الكفته غادي تشرب لي الماء اللي فيه، جهد اللي غيطيب فيه طيب فيه الكفته شويه، ما تكثروش بزاف، صافي. دابا غادي ناخد الكفته ديالي هكذا، كندير فيها طرف الموتزاريلا وكنحطها هكا باش كيدوب عليها فرماج، كتجي زوينه بهذه الطريقه. غنستها كلها بحال هكا، يعني غير الطريقة المعتادة ديال الكواري، كل وحدة ندير عليها طرف الجبن. هادي تشيز، جبنة الشيدر، يعني ديال اللي كتصلح للبيتزا، كتصلح ل يعني لغراتان، بزاف الحوايج، هي زوينة بنينة، صافي.
غادي نديرها كلها بحال هكذا حتى نكمل الكفته اللي عندي كامله. صافي جاتني نيشان القياس مع الطاجين وهاد الطريف بقى غادي نضيفو على هادي ماشي فيهاش بزاف. صافي وغادي نغطيه باش الجبن عفوا غادي ندير بيضه وحده هنا في الوسط وحده فقط ما نكثرش البيض غادي نوسع لها باش تنزل. ممكن نديرو جوج البيضات انا غنضيف وحده ممكن نضيف وحده يعني على حسب الجهه الثانيه. صافي ودابا غادي نخليها هكا البلاصه ديالها. صافي نتمنى تكونوا كتشوفوا الطاجين ديالي ها هو. نقرب لكم شويه الكاميرا باش تشوفوا الشكل ديالو. صافي غنغطيه ونخليه يطيب ونتلاقاو ان شاء الله منين يوجد. الطاجين اللي حضرنا اليوم ديال الكفته بالجبن ديال الشيدر هو دا واجد ونتمنى ان شاء الله تجربوه بهذه الطريقة. ومرحبا بكم في القناة ديالي وما تنسوش اللايك والبارتاج وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وبالصحة والراحة.